المرأة التي فيها أثناء الثورة الروسية لو التحرير. وبالنسبة للبطولات التي حققتها المرأة الروسية في النظام ضد الشعب الأثيوبي، أعتقد أنها معروفة، ولكن أحب أطرح القليل منها، وهي دور المرأة الأثيوبية في الثورة كان دوراً أساسياً وفعال في مالي. نقل الأرضية إلى الثوار من المدن، رغم كانت المرأة الأثيوبية تتحمل المشقة ومسؤولياتها الكثيرة في تربية أبنائها ودورها كزوجة وكأخت، ورغم هذا كانت تتقدم لجمع الأموال من الشرفاء المواطنين الأريتريين الذين كانوا